إجراءات جديدة قررتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحسباً للدخول الجامعي المقبل تتعلق أساساً بتقليص عدد التخصصات إلى 5 بدل 10 في بطاقة الرغبات لحاملي البكالوريا الجدد. كان الطالب يطلب منه 10 رغبات، الآن سيطلب من الطالب فقط 5 رغبات بدل من 10 ماكسيموم 5، ولكن في هذه 5 سنشترط أن يكون الأقل من بين 5 يطلب واحدة ليسونس ألمني. دائما وفي سياق التكفل بخريجي الجامعات وتوجيههم إلى سوق العمل، أعلن المسؤول الأول على القطاع عن الشروع في تحيين قائمة الشهادات الجامعية. صراحة بحيث ولا عندنا 6000 ليسونس، سيمي ليسونس، كل أستاذ نفحت له في رأسه دار برنامج وداروا ليسونس، وفعلا ونسيلو تروبك 6000 ليسونس. بدات العمل قبل ما نجي، مش انا اللي صافي دوزون تروازون، وحنا الراماسي وفي هاد ليسونس حتى وصلنا لحوالي 174 ليسونس. ونسيلو تروبي افيك 5000 ماستر، بليس دو 5000 ماستر. امبوسيبل، مستحيل يعني كل واحد دار ماستر روحه، وبدا يقول لك الماستر تاعي. وفيما يتعلق بمنظومة الخدمات الجامعية الحالية، وصفها الوزير بالكارثية، مؤكدا ضرورة مراجعتها. أنا أعترف أن الخدمات الجامعية كارثة. On peut le dire facilement et je le confirme. أنه أيضا سنتكفل بها إن شاء الله خلال بعد الدخول الجامعي، يكون فيها ندوة، فيها أفكار لا أريد أن أقولها الآن، لابد من إعادة النظر فيها بطريقة جذرية. قطاع التعليم العالي تراهن عليه الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي أملتها أزمة انهيار أسعار النفط، والذي وجب عليه مواكبة التخصصات التي يتطلبها سوق الشغل.